السلام عليكم وكيف حالكم يا اساطير. وصلنا تحدي اليوم 13 من تحديات ال 14 يوم من فورتنايت، يعني التحدي اللي قبل الاخير. وكالعاده من اول يوم انا اشرح التحديات، والتحدي كثير سهل وبشوفكم الجائزه في اخر المقطع. بس قبل كل هذا انسوا الاشتراك، لان كثير منكم يتابعني من السيزون الماضي وللحين ما اشتركوا. والتحدي رقم 13، قم بوضع 13 جهاز مختلف في طور الكرياتيف. تحدي كثير سهل مباشر، لازم تروح لطور الكرياتيف وتحط 13 جهاز. تابعوني، واول شيء ادخل لطور الكرياتيف بشكل طبيعي، وعلى طول روحوا للرفت اللي يوديكم على جزيرتكم بدون اي مشاكل. اول ما تدخلوا الجزيرة افتحوا اغراضكم، ومن هنا بتشوفوا ان في قائمة اسمها devices او الاجهزة. شيل 13 نوع مختلف من الاجهزة اللي هنا، واضغط عليهم مرتين ورا بعض وراح يصير عندك. ابني ارضيات، وبعدها حط 13 جهاز او ممكن اكثر للاحتياط، وبس كذا انت كذا تكون خلصت التحدي وجمعت 13 نقطة، وجائزتك بتكون تنتظرك. بس لا تنسى انه يكون 13 نوع مختلف من الاجهزة، يعني لا تحط نفس النوع، حط 13 نوع مختلف. واللي يسألني شو هي الجائزة راح تطلع لكم على الشاشة بعد 3 2 1. وهذا مقطعنا اليوم، وهذه هي الجائزة. خطيرة صراحة بالنسبة للتحدي سهل. لايك اذا عجبتك الجائزة وهي لون الاسلحة، ولايك لو انك متحمس لجائزة بكرة، واشترك عشان ما تجيك لعنة جوردن. وشوفكم الفيديو اللي بينزل لكم بعد ساعات، ومع السلامة.